تعرف على طريقة استرجاع حساب انستا بعد حذف النهائي؟ دليل شامل: نقوم بضغط هنا على تطبيق جوجل، من ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن انستا، سوف يظهر على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة حسابك. بعدها سوف تضغط على تسجيل وبدء الاستخدام، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على البحث. سوف نقوم بالبحث عن استعادة المحتوى الذي حذفته، فيظهر على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على لا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الحل لا يعمل، من ثم سوف نقوم بالاختيار الذي تريده. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإرسال. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة.